تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. رحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة، ومعانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع اليوم الأستاذ أيمن سرحيل. ومعاكم اليوم في التقديم محدثتكم الدكتورة هند العوضي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء من خلال الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما نبدأ حلقتنا مستمعين الأعزاء، نذكركم أن ما زالت جائحة كوفيد-19 مستمرة، لذلك يجب علينا الالتزام بإجراءاتنا الوقائية طوال الوقت، من ارتداءنا للكمام، حفاظنا على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين، وحفاظنا على نظافة أيدينا طوال الوقت. حلقتنا اليوم متنوعة، رح نتحدث عن أهم النصائح الغذائية لما بعد شهر رمضان، وبعد رح نتحدث عن دوالي الساقين وشو هي العلاجات المتقدمة في هذا المجال. لكن قبل كل هذا مستمعينا بناخذ خبرنا اليوم. خبرنا اليوم يتحدث عن النوم العميق وفوائده. يعرف النوم العميق بأنه المرحلة الأخيرة من نوم حركة العين الغير سريعة، وفقا لجمعية النوم، وهي النقطة أثناء نومك حيث تكون موجات دماغك في أبطأ مستوياتها، وتكون الخلايا العصبية لديك قادرة على الراحة. وأثناء نومك بعمق ينخفض معدل التنفس وضربات القلب إلى أدنى مستوياتها، ويتباطأ نشاط عقلك. ويعد النوم العميق مرحلة النوم المرتبطة بذكرياتك، لكن الجسم العام أيضا يعيد البناء والإصلاح. ونقضي ربع وقتنا نائمين في نوم عميق ونفقد الوعي تماما أثناء ذلك. وطبعا يعني أثناء النوم العميق إحنا ما نحلم، وإحنا نكون غافلين إلى حد كبير عن الضوء والصوت والحركات الخارجية. ووفقا لساوند سليب هيلث، فإن النوم العميق هو أكثر مراحل النوم عمقا من الناحية الفسيولوجية. وعندما تدخل هذه المرحلة يفرز جسمك هرمون النمو البشري، وهي مادة جدا قوية تلعب دور حيوي في إصلاح الخلايا، ويتم التخلص أيضا من النفايات المتراكمة وإصلاح الأنسجة وإعادة نموها، إلى جانب بناء العظام والعضلات بشكل خاص عند الأطفال في مراحل نموهم، وأيضا يساهم في تقوية جهاز المناعة. ويقول بعض العلماء إن النوم العميق هي المرحلة التي تجعلك تشعر بالراحة والانتعاش عند الاستيقاظ. يحتاج الشخص العادي ما بين 6 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، ويتكون النوم العميق عادة من 15 إلى 25% من إجمالي هذا الوقت. وهاي كانت معلوماتنا لليوم مستمعين الأعزاء، وننتقل إلى أسماء الجناحين اللي مثل ما تعودتوا راح تعطينا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور وسو دكتورة عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا؟
تقريبا نحن في قنوات التواصل الاجتماعي قاعدين نركز في هذه الفترة على أمراض الجهاز التنفسي والتطعيم. وايد أسئلة وصلتني من الجمهور عن الأمراض المتعلقة مثل التهاب الرئوي المسمن، الربو، التدخين وغيره. فنحن خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم بيكون لنا تركيز وايد كبير على أمراض الجهاز التنفسي والتطعيم. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا ياسين حاطينها أن اللقاحات ضد كوفيد هي حماية لك ولعائلتك ولمجتمعك. وايد مهم من الأشخاص يعرفون أنهم لازم يروحون ويأخذون تطعيم، مو بس لنفسهم حتى اللي يحبونهم. في أشخاص في المجتمع ما يرمون يأخذون تطعيم، فنحن اللي نقدر نوفر لهم الحماية ونوفر الحماية حق الناس حتى اللي نحبهم. فتقريبا هاي الأمور. أيضا نحن مجموعة من الأسئلة قاعدة توصلنا من ضمن الأسئلة اللي ياس تتكرر في هذه الفكرة، هل إذا يعني كوفيد أقدر أخذ تطعيم ومتى؟ الجرعة الأولى والثانية يقدرون يأخذونها بعد مرور فترة العزل الصحي واللي هي 10 أيام، يقدرون أنهم يروحون يأخذون تطعيم في حال إذا كانت أعراضهم بسيطة، يعني اللي كانوا في العزل المنزلي بين بسيطة وبين اللي بدون أعراض. أما اللي كانوا في المستشفى الأفضل أنهم يتواصلون مع طبيبهم ويأخذوا الاستشارة من الطبيب اللي موجود معاهم في المستشفى. أيضا من الأسئلة المكررة اللي قاعدة توصلنا، هل يمكن الحضور المراكز أذا ووك إن أو بدون موعد؟ جميع مراكز هيئة الصحة هي من عن طريق المواعيد. المواعيد متوفرة في التطبيق. أحيانا حتى لما يسألون نقول لهم حتى التاريخ، في وايد مواعيد على الأسبوع القادم. ممكن أشخاص حتى يجون يأخذونها. في بعض المراكز عندها مواعيد هذا الأسبوع، فنحن ننصح الجميع أن يروح يعني يحملون التطبيق، يدخلون رقم سجل الطبي. أيضا حتى كيفية طريقة السجل الطبي أيضا موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، ممكن أن بكل سهولة من خلال التليفون يختارون الوقت اللي يناسبهم ويأخذون الموعد ويحضرون المركز مباشرة. تقريبا هاي كانت الأشياء نحن كنا نحب نأكد عليها لأنه وايد أسئلة توصلنا. وأيضا أيضا نحب نأكد على أهمية التزام الإجراءات الوقائية في صلاة التهجد أو صلاة قيام الليل، لأن يعني وايد مهم أن نحن نكون ملتزمين عشان صحتنا وعشان ما ننقل عدوى لغيرنا. تقريبا هالأمور كانت قنوات التواصل الاجتماعي، وأنتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معانا أسماء الجناحي وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. تحدثت عن البوست الأخير اللي نزل اللي يتحدث عن هل اللقاح آمن لمن يعاني من التهاب رئوي مزمن. إذا أنتوا كنتوا حابين تعرفون الإجابة مستمعينا، الجؤوا إلى وسائل تواصلنا الاجتماعي عشان تعرفون الإجابة. وأيضا تحدثت عن ما تم تداوله من أسئلة مستمعين الأعزاء. لازم تعرفون أن جميع المواعيد اللي تنعطى للقاحات كوفيد 19 أو أي مواعيد خاصة بهيئة الصحة هي مواعيد مسبقة، والوك إن هذه ما يتم قبولها بالنسبة للقاحات وغير اللقاحات. وأيضا تحدثت أسماء الجناحي عن بعض النصائح المهمة للإجراءات الوقائية اللي لازم الواحد يحط في بالها يسويها لصلاة التهجد. وايد مهم إن مستمعينا ما نروح إذا كانت عندنا أي أعراض. إحنا ننصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن يؤدون الصلاة في بيوتهم حفظا على سلامتهم وأمنهم. أيضا جدا مهم إن الواحد ياخذ أدواته الخاصة كسيادة الصلاة والمصحف وغيره معاه للمسجد، ويحرص على أنه هو يلتزم بكل الإجراءات الوقائية من ارتداء للكمام، مسافة كافية بينه وبين الآخرين، وحفاظه على نظافة إيدينا طوال فترة تواجده في المسجد. وايد مهم أنه في المسجد ما يقوم بمصافحة الأشخاص مباشرة ويكتفي بالسلام عن بعد. وأيضا يتجنب التجمعات اللي تصير قبل الدخول للمسجد وبعد الانتهاء من الصلاة. هذه كانت باختصار بعض النصائح الإرشادية اللي احنا حابين كنا نوجهها لكم أعزائي المستمعين، بما ان احنا دخلنا في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، وعطيناكم بعض النصائح اللي بتحتاجونها أثناء أدائكم لصلاة التهجد.
بعد الفاصل مستمعين الأعزاء راح نتحدث عن شهر رمضان وشو هي النصائح الغذائية اللي لازم إحنا نتبعها لما بعد هذا الشهر الفضيل. فاصل قصير وبنرجع لكم في بعد راح نتحدث عن بما أن يعني إحنا استمعنا للكثير من النصائح الغذائية لشهر رمضان. بعد وايد مهم أن إحنا بعد نعرف أن التدرج في الرجوع لحياتنا ونظامنا الغذائي لبعد شهر رمضان أيضا جدا مهم. راح تحدثنا الأستاذة فاطمة الخروصي عن بعض النصائح اللي كيف إحنا نقوم بالتدرج من هذا الشهر إلى العودة إلى نظامنا الطبيعي. وبعد مستمعين الأعزاء إحنا لازم نعرف تعقيبا على كلام أسماء عن العزل الصحي، تحدثت عن المصابين بكوفيد هل بإمكانهم يحصلون على اللقاحات. جدا مهم أن الواحد ينهي فترة العزل الصحي العشرة أيام ومن ثم بإمكانه أنه يبادر بأخذ اللقاح إذا كانت أعراضه خفيفة أو كان مرضه بدون أعراض. لكن في حال الشخص كانت العدوى عنده شوي شديدة واضطر أنه يدخل إلى المستشفى من عقب إصابته، فهني قرار أخذه للقاح سواء كانت الجرعة الأولى أو الثانية يرجع إلى تقييم الفريق الطبي اللي أشرف على علاجه. مستمعين الأعزاء بنطلع فاصل قصير وبنرجع لكم في فقرات التغذية. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام التالية 6005-5-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. دخلنا الحين في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل وشوي شوي بدينا يعني نحس أن هذا الشهر سوف ينتهي يعني قريبا. فأكيد ما بعد طاولة الإفطار في شهر رمضان راح تتغير إلى طاولة التصنيفات القديمة واللي اعتدناها من الطعام والشراب من الوجبات الإفطار والغداء والعشاء، وهذا طبعا هذا الشيء يحتاج إلى تهيئة وإلى استعدادات. وحتى نتفادى أي مشكلة صحية محتملة بعد رمضان راح نتحدث اليوم مع الأستاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا حبيبتي، صباح النور، تفضلي. لو نتحدث شوي عن أهمية التدرج من الصوم إلى ما بعد شهر رمضان والإفطار، كيف لنا إحنا نسوي هذا التدرج وشو أهميته أيضا؟ طبعا احنا عارفين اختي بالنسبه للمرضى او الناس بشكل عام بعد رمضان يكون عندهم يعني يكون مثلا عند فتره الصيام تقريبا 14 ساعه، كان في شهر رمضان تقريبا من 30 يوم. فالعوده المفاجئه بتناول الاطعمه بشكل عشوائي مثل ثلاث وجبات رئيسيه او اكثر تاثر اكيد سلبيا سواء كان على المرضى او على اللي هم الناس العاديين، مثل تلبكات المعوية، مشاكل الجهاز الهضمي منها عسر الهضم، ممكن تكون مثلا التهابات المعدة، ممكن حتى تزيد وزن الأشخاص. فبالتالي التدرج مهم لأن تعود المعدة على استقبال الأكل، مثلا نصف من البداية فتكون يفضل التدرج بكميات الأكل، ما تكون كميات كبيرة، وفي نفس الوقت نوع الأكل يعتمد على أن تكون أطعمة سهلة الهضم. نعم. طيب كيف احنا نقدر نحقق هذا التدرج، وهل هناك لازم قائمة طعام معينة بعد شهر رمضان وخصوصا في أيام الإفطار الأولى؟ طبعا بيكون في تدرج وبيكون في قائمة طعام سهلة جدا، مثل ما تختلف عن تقريبا رمضان، مثل ما كنا تعود انه مثلا في رمضان على بداية الفطور ناخذ مثلا تمر اول بداية مثلا بداية ما ناكل، نفس الشيء من نصحى الصبح ناخذ مثلا تناول التمر قبل صلاة العيد.
مثلا نتناول تمر كوب لبن او تمر مع الماء، وبعد الصلاه ان شاء الله ممكن ناخذ مثلا فاكهه، تكون هالفاكهه قدر الامكان تكون لازم تكون غنيه بالالياف الغذائيه المريحه اللي تريح المعده، اللي هي سهله الهضم مثل التفاح من البرتقال الموز، ممكن يكون الفواكه اللي تكون سهله الهضم، وفي نفس الوقت يتناول وجبه الافطار اللي هي وجبه الفطور الصبح مثلا، اللي تحتوي على مثلا كوب حليب خالي الدسم، ممكن يكون اجبان، أي نوع من الأجبان السهلة، عندنا الخبز الأسمر مثلاً، بحيث إن المعدة تأخذ الوجبات بكميات بسيطة ونفس الوقت في أوقات متفرقة. لو لاحظتي قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد في أشياء سهلة بحيث إن نهيئ الجسم للمعدة أو نهيئ المعدة للاستقبال اليوم بدون تلبكات معدية ولا يكون عندهم مثلاً مشاكل في جهاز الهضم. يعني أنا بالنسبة لي دائما أنبه الأشخاص المتواجدين في الأيام الأولى من هذا من عقب رمضان أن ديروا بالكم لا تقلون في الأكل، حاولوا أنكم أنتم ما تمكسون وايد في الأنواع، حاولوا أنكم تقللون الكمية الطعام اللي أنتم تأخذونها، لأن الواحد لما يكون يعني ما بعد صيام مثل ما قلتي إحنا كنا نصوم 14 ساعة مدة شهر كامل، فأكيد طبيعي أن المعدة مو بجاهزة أنها تستقبل الوجبات المعتادة وخصوصا في الأيام الأولى. فأنا دائما أقول قللوا من كمية الأكل اللي أنتم تأخذونها، حاولوا أنكم تأخذون أشياء خفيفة على المعدة سهلة الهضم. فهل هناك نمط غذائي محدد يمكن من خلاله تفادي مشكلاتنا الصحية التقليدية اللي مرتبطة بكثرة الطعام؟ أيوة، هو بالنسبة للنمط الغذائي الصحي يفضل أن يكون نمط غذائي يعتمد على أطعمة طبيعية وطازجة، أفضل ما تكون أطعمة مقلية. نتدرج دائما في استخدامنا، هو طبعا أكيد العيد بيكون فيه كعك وفيه حلويات، لكن يوم بناخذ هالحلويات والكعك لازم ما نكثر منها بكميات كبيرة، تأخذ كميات بسيطة بحيث أنه نعود الجسم أنه ما يكون مثل نفاجئ المعدة بهالأطعمة. نبتعد نتجنب مثلا أكثر من المشروبات الغازية مثل البيبسي والكولا، مشروبات الكافيين والقهوة والشاي، بعد هاي تساعد على أن مثلا الجفاف كميات، فإذا أخذناها بكميات كبيرة ممكن تسوي السهر خلال اليوم ما تخلي الإنسان مثلا مرتاح. تقليل الأطعمة المالحة مثل المكسرات المالحة، الاعتدال في تناول اللحوم، تعرف أختي في أيام العيد يكون مثلا استخدامنا للأطعمة مثلا نقول إحنا اللحوم العيوش، هاي الاستقبال الضيوف مثلا أو استقبال الغداء أو الوجبات اللي بتكون مثلا في وجبة العيد، فلازم بيكون فيها لحوم أغلب الناس معتادين عليها، فإحنا نقول ما تمتنعون منها، ممكن تأخذونها لكن نتجنب ناخذ كميات كبيرة، لأن هاي اللحوم تحتاج هضم فترات طويلة، فعشان إحنا ناكلها بأريحية وما مثلا نحرم نفسنا فيها في أوقات العيد، ممكن ناخذها لكن تكون كميات بسيطة، يعني لكل شخص ما تأخذ يعني الكميات العالية. هذا هو بالنسبة للحوم. أما بالنسبة مثلا الوجبات لازم تكون وجبات خفيفة متباعدة، ما تكون متقاربة، تكون وجبات على شكل وجبات خفيفة لحد ما يتعود الجسم على الوجبات الرئيسية الثلاث، وتكون بينها وجبات خفيفة الأيام اللي بعدها. صحيح، يعني وجبة الغداء مثل ما ذكرتيها أكيد بتكون مليئة بجميع الأصناف وهذا، فأنا أنصح يعني أضم صوتي لصوتك أن نخفف من كمية الأكلات اللي بناخذها، وأيضا نتنقل أشياء اللي ممكن تكون خفيفة على المعدة. أستاذ فاطمة، هل في من نصائح أخيرة حابة توجهينها للمستمعين الأعزاء في مرحلة التدرج بعد شهر رمضان؟ طبعا هذا المفروض يتطبق بعد رمضان وطوال السنة فبشكل عام، ومارسة بعد نوع من أنواع الرياضة مهمة جدا، لأن لاحظنا الفترة الأخيرة الناس كلها قامت تقول مثلا عشان كورونا والأوضاع اللي فيها ما نقدر نسوي رياضة، حاولون قد ما يقدرون يسوون رياضتهم في البيت في أي مكان يقدرون يسوونه، لأن الرياضة تفقد مناعة الإنسان وتشعر دائما بالكسل والخمول، بالتالي يزيد الوزن، وهذا سبب من أسباب زيادة الوزن اللي هو ما في حركة، تكون معدلات الأيض عند الإنسان بطيئة، فإحنا دائما ننصحهم الابتعاد عن الأطعمة المقلية دائما، لأن هي هذا اللي تزيد من الوزن، ابتعاد عن الأطعمة اللي هي المقلية، الأطعمة الحارة والبهارات والصلصات اللي هي ممكن أنها تسوي تلبكات معوية، وأيضا ما ننسى شربنا للماء اللي هو دائما يعطي الإنسان نشاط
وينشط الأعضاء الحية في جسمه، وبالتالي دائما الإنسان يشعر بالطاقة خلال اليوم. أستاذة فاطمة الخروصي أخصائي أول تغذية سريرية في هيئة الصحة في دبي، شكرا على معلوماتك الجدا قيمة ووقتك الثمين، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك حبيبتي، شكرا، مع السلامة. كانت معنا الأستاذة فاطمة وحدثتنا عن مرحلة جدا مهمة يمكن الكثير منا يغفلها، هي مرحلة ما بعد شهر رمضان. مثل ما هي قالت، عقب 14 ساعة صيام لمدة شهر كامل، احنا يعني نقوم ب يعني انا اقولها ان نفجع المعدة في اول يوم العيد، من وجبة الافطار للغداء للعشاء وما بينها ايضا الوجبات الخفيفة هذه وغير عن الحلويات، فالمعدة اعزائي المستمعين ما تكون جاهزة لهذا التغيير المفاجئ. لذلك احنا لازم نحط في بالنا ان احنا لازم نتدرج في العودة لنظامنا الغذائي اللي كان قبل رمضان. جدا مهم ان احنا نخلي فترات تناول الطعام تكون شوي متباعدة عن بعضها، وتكون وجبات خفيفة مبثقيلة على المعدة مثل ما قالت. الحركة ايضا جدا مهمة، وايضا شربنا كمية كافية من المياه ايضا جدا مهمة. هذه كانت نصايح الاستاذة فاطمة وعن فترة ما بعد رمضان. اعزائي المستمعين، بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل راح نتحدث عن مشكلات توالي الساقين مع الدكتور علاء الدين. فاصل قصير وراجعي لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا أعزائي المستمعين على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما قلنا لكم بعد الفاصل راح نتحدث عن مشكلة دوالي الساقين اللي هي يعني من المشكلات الصحية اللي يعاني منها البعض خلال الصيام، وأيضا تزداد في أوساط النساء نتيجة لكثرة الوقوف، وهناك العديد من الأسباب الأخرى أيضا، وهناك أيضا العديد من العلاجات المتقدمة، ونتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع. وراح يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور علاء الدين أخصائي جراحة الأوعية الدموية في مستشفى راشد. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك دكتورة هند، ويسعد صباح جميع المستمعين، ورمضان مبارك عليكم. علينا وعليك دكتور. لو نتحدث بشكل عام عن الدوالي وشو هي أسبابها؟ نعم، بداية الدوالي هو مرض شائع أو ظاهرة شائعة بتصيب كثير من الناس، إنما أكثر شيوعا عند النساء. طبعا بالإضافة إلى النساء كبار السن ممكن يصابوا بهذا المرض، إضافة لمرضى البدن. طبعا المرض بيتظاهر بظهور انتفاخات على مستوى الجلد الساقين، بيظهر أوقات بتغير بلون الجلد إلى اللون الأزرق أو الأرجواني. في بعض الحالات المتقدمة ممكن نشوف تقرحات أو إكزيما على مستوى الجلد. طبعا الفكرة من الدوالي هي إلى طبعا عدة أسباب، من أحد أسباب العوامل الوراثية اللي ممكن تصيب عائلة معينة بسبب خلل معين بجينات معينة على مستوى الأوردة، يتسبب بضعف بهاي جدار الأوردة، هاي ممكن يسبب في ضعف، وبالتالي ممكن تتظاهر بالشكل اللي حكينا عنه سابقا. طبعا نحن لما عم نقول أسباب كمان ممكن تكون أسباب كثيرة، منها فكرنا أنه نساء أكثر، ليش أكثر النساء؟ طبعا بيتعلق هذا بعوامل هرمونية خاصة أثناء الحمل أو الولادات المتكررة. الدورة الشهرية كمان تعرف انه في بيصير خلل هرموني اثناء الدورة الشهرية. بعض النساء اوقات بتعاطوا بعض الهرمونات مثل
مثل مانع الحمل إلى آخره، هي كلها بتسبب ضعف، أو هي الهرمونات تأثر بضعف بجدار الأوردة، وبالتالي كمان مثل ما أنه تظاهر بظهور دوالي سطحية على مستوى الجلد أو تعرجات على مستوى هاي الأوردة الإصابة خلل أو ضعف. أيضا دكتور طبيعة العمل بعد، لو تحدثنا عن طبيعة عمل الأشخاص أكيد ممكن بعد تساهم في هذه المشكلة. صحيح صحيح. طبعا من أكثر الأسباب كمان اللي ممكن تترافق بظهور هاي الدوالي هو الوقوف المديد أو الجلوس المديد. كما نعرف أنه احنا بنشوف كثير بعياداتنا مرضى كثير بسبب مهنهم الخاصة كأساتذة مثلا أو ممرضات بترافق عندهم فعلا بسبب الوقوف المديد ظهور هاي الأعراض أو خلينا نقول هذا المرض. نحن هلأ بالشهر الكريم تعرفي كمان كان حنحكي كمان على مواضيع الصيام، فنعرف أن السيدات هلأ عم توقف وقفات طويلة الله يعطيهم ألف عافية أثناء تحضير للإفطار. نعرف كمان في أعداد طويلة عم تكون بالبيت، فممكن هذا الشيء كمان يترافق أو يزيد أو يفاقم حالة المرض. طبعا نحن لما نقول مرض او ظاهره ما حنقول انه هو مرض خطير، طبعا أيوة. هو مرض منتشر بكثره والفكره انه ممكن يكون اعراضه خفيفه جدا، ممكن حتى بعض المرضى ما يشعروا باي اعراض انما شكل معين بالساقين ممكن يزعجهم. صحيح. هذا الشيء صراحه هو هذا السبب الرئيسي اوقات اللي بنشوفهم المرضى بيجوا بتابعونا مشانه. أيوة. بس الشيء اللي بدنا ننوه عليه هو لما بتصير القصة كتير أو خلينا نقول تتفاقم الأعراض. شو تتفاقم؟ يعني يصير في عنا ألم شديد، تغير لون الجلد، عم يصير في عنا مثلا جفاف على مستوى القدم أو الجلد، ظهور بعض التقرحات أو خلينا نقول الجروحة. هون فعلا لازم نراجع الطبيب بشكل أو بآخر بحيث أنه نشوف شو السبب وشو اللي عم يصير معنا. طيب دكتور طبعاً. ممكن تشرح شوي للمستمعين ليش احنا نقول الوقوف الطويل ممكن يسبب الدوالي او كثرة الجلوس طبعاً. ممكن يعني تسبب، لان في العديد من الاشخاص ما يقدرون يربطون السبب في كثرة وقوفهم او كثرة جلوسهم ايضا. نعم طبعا اذا نحكي عن آلية المرض بشكل عام نحن بنعرف انه في شيء جهاز اسمه الشرايين هو بيضخ الدم للقدمين وللأعضاء بشكل عام، والنظام الوريدي أو الجهاز الوريدي هو بيرجع هذا الدم بعد ما بيتبادل الأكسجين بالأنسجة بيرجع هذا الدم للقلب مرة ثانية. طبعا نحن لما عم نحكي عن قوانين الجاذبية والوقوف طبعا نحن بيكون عكس الجاذبية بالنسبة للأوردة. هاي الأوردة بتعمل على دفع الدم إلى اتجاه القلب، ولما تتضرر هاي الأوردة بيصير فيه ارتخاء فيها، وطبعا في شيء اسمه دسامات أو صمامات موجودة بجدار الأوردة هاي تمنع رجوع الدم إلى الساقين. يعني عملها هي أنه تدفع الدم باتجاه القلب وليس العكس. فلما تتضرر الأوردة بيصير عنا ارتجاع بالدم وبالتالي بتجمع بالساقين وبتظهر هاي الأعراض. لذلك الوقوف المديد أو الجلوس المديد رح يزيد الضغط أو يزيد الضغط الوريدي على مستوى الساقين، وبالتالي ظهور هاي التعرجات أو خلينا نقول الدوالي. شوف بدك تسميها، بالتالي أنه الوقوف أو الجلوس المديد هو هاي سبب أنه لأسباب ظهور هاي الدوالي. جميل جدا. طيب دكتور كيف ممكن إحنا نشخص هذه الحالة؟ هلأ طبعا تشخيص الحالة بداية هو الفحص السريري، أكيد الطبيب رح يفحص المريض أو المريضة. ممكن في عنا طبعا بعض الفحوصات السريرية نحن بنعملها، ولكن الأهم بهاي الحالات هو الدوبلر أو خلينا نقول الألتراساوند اللي هو الأمواج فوق الصوتية أو نحن بنسميه السونار أوقات. وهو طبعا متواجد بمشفانا وعنا جهاز متطور جدا، في عنا كمان فنية موجودة تشتغل على هذا الجهاز بس انه تشخص الحالات كلياتها. طبعا الهدف من هذا الجهاز انه نحن نرصد وين الإصابة بالضبط
ونقيم الجهاز الوريدي بالكامل. أيوة. طبعا الفحص السريري كمان بيكشف اذا في عندنا بعض المرضى بيجوا لعنا في عندهم مثل ما قلنا انه مشاكل على مستوى الجلد، جروحه ممكن او قرحات وريديه. هون كمان طبعا مثل ما قلت الفحص السريري بيلعب دور كبير. بعض المرضى، جزء بسيط من المرضى، قد يحتاج الى تصوير للاورده لحتى نكشف اذا كان في عندنا خلينا نقول مشاكل بالحوض، فلنفترض إذا في عنا أوردة خلينا نقول يعني مسدودة أو في انسداد ببعض الأوردة، ولكن هي بحالات نادرة جدا. إنما ال خلينا نقول التشخيص الأساسي هو بيعتمد على الأوتراساوند أو اللي هو السونار. طيب دكتور، شوي نتحدث عن العلاجات المتطورة في مستشفى راشد بخصوص مشكلة الدوالي. نعم، طبعا يعني الدوالي كانت سابقا تعالج بالجراحات الكلاسيكية اللي هي شقوق واستئصال هذه الدوالي المتضررة. طبعا مع تطورات العلاجات وأكيد اللي ما بيدخل عليها مشفانا هون، في عنا كتير هلأ علاجات خلينا نقول من دون أي جراحة. طبعا نحن كل مرضى تقريبا الدوالي بنعملهم بنفس اليوم، يعني بيفوت اليوم المريض عفوا بنفس اليوم وبيطلع بنفس بعد العلاج مباشرة على البيت. والفكرة من العلاج أنه نحن في عنا حسب الحالة، طبعا بعد ما ندرس مثل ما قلنا المريض نشوف مكان الإصابة، إذا في عنا أوردة بسيطة متوسعة ممكن نعالجها بالتصليب أو بالحقن مواد متصلبة بتؤدي لضمور هاي الدوالي. العلاجات الأكثر خلينا نقول أو فينا نقول الحالات المتضررة بشكل أكبر أو الأوردة المتقدمة، نعم، هاي بنعالجها خلينا نقول العلاج الحراري أو إحنا بنقول الليزر أو الأمواج الراديوية. وهو عبارة عن مثل خلينا نقول مثل حرق داخلي للبطانة الوريد بحيث انه ينكمش ويضمر بعد منه. طبعا لانه هو بالنهاية هذا الوريد السطحي هو فاقد لوظيفته، وبالتالي انه نحن لازم نعالجه بشكل او باخر، سواء كان سابقا بالاستئصال الجراحي بطبيعة الحال عم نعالجه بالقصص الاقل جراحة أو خلينا نقول أقل بطعاً. نحن بنقول طبعاً هذا شيء مو مستبعد من هيئة الصحة أنها دائماً تقوم باستخدام أحدث العلاجات وأحدث الأجهزة في جميع المجالات الطبية اللي ممكن تفيد المجتمع بشكل عام. دكتور صراحة يعني الأحدث من هيك لسه أنا بدي أطعك دكتورة هو العلاج بالصمت. نحن بنقول في هلا أدوية متطورة جدا وهي مرخصة ومن منظمة الدواء العالمية، بحيث إنه نحقن هاي المادة ضمن هذا الوريد وتعطي نتائج ممتازة بشكل يعني حتى المريض ما بيحتاج غير تخدير موضعي بمكان صغير جدا وبقسطار صغير، ممكن نفوت على هذا الوريد ونحقن هاي المادة ومباشرة تأخذ نتيجة جيدة يعني تقريبا تعادل العلاج الجراحي. صح، وهذا العلاج متوفر في هيئة الصحة في دبي، وهو مثل ما قال الدكتور هي عبارة عن عملية اليوم الواحد، يعني ما يحتاج حتى المريض يقضي فترة طويلة في المستشفى، وحتى ما بعد العملية هذه الموضوع جدا سهل والريكفري يكون أيضا سريع. صحيح؟ صحيح. طبعا نحن مباشرة بعد هاي الإجراء المريض يعني ممكن نقول ربع ساعة أو نص ساعة ممكن بس نتأكد أنه أموره تمام، وبعد منها مباشرة في يروح على عمله، حتى في بعض المرضى مباشرة بيرجعوا على عملهم. طبعا بنعطيهم مثل جوارب ضاغطة بعد منها يستخدموها لفترة بسيطة، وبعتقد الموضوع جدا آمن وجدا بسيط هلأ، ومع هالتطور اللي حكينا عنه صار كتير سهل لكتير من المرضى. طبعا دكتور، أنا كطبيبة صحة عامة ما أقدر أنهي الفقرة بدون ما نتحدث عن جزء الوقاية، فهل من نصايح تقدر تعطينا إياها كيف إحنا نقي نفسنا أصلا من الوصول لهذه المشكلة؟
نعم طبعا بداية نحن نرجع كمان نحكي عن للأسف عن جائحة كورونا وما اضطرنا لها. هلأ الغالبية العظمى عم يشتغلوا من البيت أو غالبيتهم ما بعرف، هلأ في بعض كثير منهم رجع يشتغل من البيت فترة وردوا هلأ رجعوا على أعمالهم. الفكرة من أنه ليش جائحة كورونا أثرت بجوز بشكل أكبر على المرضى الدوالي، هي نرجع نقول القعدة أو الجلوس المديد. نحن دائما بنقول الوقاية خير من العلاج، ودائما من يعني بنحفز العالم انه حاول تمشي، حاول دائما انك ما تقعد قعدة طويلة، ما توقف وقفة طويلة. المرضى اللي عندهم دوالي لازم يلتزموا بالجوارب الضاغطة ضروري، يعني هذا هو جزء كبير من العلاج. نحن طرقنا بس للعلاجات يمكن الجراحية او غير الجراحية اللي حكينا فيها قبل شوي، ولكن ما طرقنا لشيء اسمه وهو العامل الاهم اللي هو العلاج المحافظ. نحن بنسميه الجوارب أو الدلاغات هي أساس لعلاج الدوالي. الهدف منها أنه تخفف الأعراض سواء كانت تورمات بالرجل، آلام عم تصير عند المريض، هاي كلها بتخف. بس هذه ما تناسب أي حد، هذه تناسب فقط للي يعانون من الدوالي أو عندهم خطورة من أنهم يصابون بالدوالي، صحيح؟ مش أي شخص صحيح يقدر يستعمل هذه النوع من الجوارب، صحيح دكتور؟ صحيح صحيح. هذا بالنسبه للمرضى، بالنسبه لعامه الشعب اكيد ما حيلبسوا الجوارب اذا ما عندهم اي اعراض، انما المريض اللي عنده عوامل مؤهله انه يصير دوالي او عنده دوالي فعلا لازم يلتزم بهذول الجوارب. صحيح صحيح. دكتور هل في من نصائح اخيره حاب توجهها للمستمعين قبل ما نختم فقرتنا معك؟ اكيد في كمان ناحيه كثير مهمه، هو انه فعلا اذا الواحد شاعر بانه في عنده هاي الدوالي او تعب لا ينتظر ابدا، يروح يشوف طبيب. دائما نحن عندنا هون الحمد لله هي الصحه موفرت لنا كثير عيادات خارجيه ممكن يراجعوهم، ممكن يشوفوهم الاطباء، وممكن يحولوهم للطبيب الاخصائي اللي هو جراحه الاوعيه بحيث انه يتابع معهم للاخر وممكن يعالجهم. لانه فعلا في حالات شفناها شوي متاخره بتيجي عندهم في عندهم مثل جروحة وهي بتصير صعب علاجها. فإذا ظهرت هاي الأعراض بالبداية لازم نتابعها من البداية حيث أنه ما نفوت بمشاكلها ما بعد. وإحنا عندنا خدمة الطبيب عن بعد أيضا بالنسبة لقسمكم دكتور، هل هذا الشيء صحيح؟ صحيح، هذا الشيء متوفر ونحن عم نقدمه طبعا للحالات الجديدة. نحن بنفضل انه نشوف المريض صحيح، ولكن الحالات اللي عم نتابعها ما بعد الجراحة وما بعد اذا مريض بنعرفه اكيد فينا نتابعه عن بعد مثل ما تفضلت بالتيلي ميديسين، بنتصل فيهم اوقات في عنا فيديو كول بنصير اذا بده متابعة سواء للأدوية او للتلاغات او الجوارب فينا نساعدهم بهذا الموضوع. والحمد لله هي الصحة موفرة كل شيء، وحتى الأدوية واصلة للبيت أوقات للمرضى. فهذا الشيء كتير منيح، وبعتقد مو كل الدول موجود عندها هذا السيستم أو هذا النظام. والحمد لله هذا الشيء يعني فخر بالنسبة للمواطن لازم يكون بعتقد. وإحنا بعد جدا فخورين بالجهود اللي تبذلونها أيضا دكتور، سواء كانت أثناء الجائحة وما بعد الجائحة، جهودكم مشكورة. يعني نستغل هذا الوقت إن نشكر جميع الطاقم الطبي اللي ساهم في مكافحة هذه الجائحة وما زال يساهم. دكتور علاء الدين أخصائي جراحة الأوعية الدموية في مستشفى راشد، كل الشكر على معلوماتك القيمة ووقتك الجدا ثمين، شكرا، يعطيك ألف عافية دكتور. الله يسلمك دكتورة، شكرا، وشكرا لجميع المستمعين، ورمضان مبارك مرة تانية، وكل عام وأنتم بخير سلفا. وكل عام وكلنا بخير، وإن شاء الله الله يعودها علينا بخير وسلامة. كان معانا الدكتور علاء الدين وحدثنا عن مشكلة الدوالي، وحدثنا أيضا عطانا بعض المعلومات عن الأسباب اللي ممكن إن الواحد يعاني فيها من الدوالي، كيف ممكن نشخص الحالة، كيف ممكن نقي نفسنا من الإصابة فيها، وأيضا حدثنا عن أحدث العلاجات المتوفرة في هيئة الصحة في دبي في هذا المجال. مستمعينا الأعزاء، هذه كانت حلقتنا لليوم. أرجع أذكركم بضرورة حصولكم على لقاح كوفيد 19، وخصوصا للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض اللي هم
هم كبار السن وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة. أنا أقصد فيهم أقصد بالأمراض المزمنة الأشخاص اللي مثلا يعانون من السكري، ضغط الدم، أمراض القلب، الشرايين، أمراض الكبد والكلى. الفئة اللي مو مسموح لها أنها تحصل على اللقاح هي فئة جدا قليلة. إذا أنتوا كنتوا شاكين أن هل أنتوا من ضمن الفئات المستهدفين أو غير المستهدفة، الجأوا إلى حصول على جلسة استشارة مع طبيبكم المسؤول عن حالتكم الصحية، وهو بيقدر يشور عليكم بالاستشارة الصحيحة. لكن بشكل عام الفئة اللي ما تقدر تحصل على اللقاح هي فئة جدا قليلة، ولذلك يجب علينا أن نبادر في حصولنا على لقاح كوفيد 19 حماية لأنفسنا وللآخرين، لأن في نهاية المطاف مستمعين الأعزاء بتكون هناك فئة قليلة جدا ما رح تقدر تحصل على اللقاح بحكم طبيعتها الصحية وأيضا بحكم عمرهم أيضا. لذلك اللي أقصد فيه أنا الأطفال ما يقدرون يحصلون على اللقاح، فالطريقة اللي إحنا نقدر نحمي فيها نوفر فيها الحماية لهذه الفئة هي بحصولنا نحن على اللقاح ونحميهم بطريقة غير مباشرة. هذه كانت حلقتنا لليوم مستمعين الأعزاء، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لمتابعتكم الدائمة لنا، كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي، أشكر الأستاذة إسراء الهاشمي لتنسيقها ومتابعتها لحلقتنا اليوم، وطبعا الشكر الأكبر هو للأستاذ أيمن سرحيل مخرجنا المبدع دائما أبدا. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.